معانا على الهواء الاخ علاء، اتفضل عزيزي. سلام ونعمة يا أبونا، يا وسلام مرحب، ونعمة كل يا مشاهدين مرحبتين حضرتك. حبيبي، يا مرحبتين. ربنا يبارك حضرتك ويبارك خدمة حضرتك. أنا أبونا يعني كنت مسلم لحد 11 سنة فاتوا، اي ماشي، وكنت شغال في المجال السينمائي وكده. وكنت في أحد الأعمال الفنية، كان في مساعد أحد الممثلين كان مسيحي. فأنا طبعا انت عارف احنا اتربينا على الكره الاخر والاستهزاء من الاخر والكلام ده. كلام سليم، فانا صح. كنت حاطط في دماغي الشخص ده فبشتمه في الراحه والجايه كده بسبب وبدون سبب. طبيعي فطبيعي ده اللي انا عايش فيه ومتربي عليه. تمام. لان الشخص ده جه في يوم فاجئني بسؤال كده، اي قال لي هو انتوا لينا لما بتجيبوا سورة الرسول بتقولوا صلى الله عليه وسلم؟